السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي نرسم اشكال معينة زي فساد مثلا على حائط، ونفس الكلام ينفع يتطبق برضو على الفلور بالظبط. خلينا نرسم حائط اهوت. طيب خلينا نبص عليها كده في 3D، اقول له وريني الفايل. طيب لو انا عايز ادخل جوه الحائط ديت ممكن اقول له وريها في 3D، وتبدأ تحرك دي كده شوية فتبدأ تشوف الأجزاء بتاعة الحائط. طيب لو أنت عايز تبدأ تقسم بارتات هتيجي هنا وتقول له إيديت بروفايل وتبدأ تعدل فيه. خليني أقول له الورك بلان بتاعي، أنا عايز أشتغل على الحيطة ديت بالشكل دوت. طيب خليني أول حاجة أعملها إن أنا هعمل سيلكت على الحيطة وأقول له أنا عايز أقسم كريت بارت. تمام. طيب قال لي ديفايد بارتس اهو، خدت الحائط ديت بيقول لي edit sketch، تبدأ ترسم زي ما انت عايز. طيب ممكن اقول له مثلا انا عايز ابدأ ارسم خط مثلا من هنا لهنا. عايز ارسم مثلا قوس من هنا لهنا. وهكذا التقسيمات بقى اللي انت عايزها. قول له اوكي. تمام. طيب خلي بالك في هنا جاب، يعني ايه؟ يعني الخط دوت ممكن يبقى تعمل فيه جاب كده صغير. بالشكل دوت تقول له ايه موافق، بحيث لما تقرب تلاقي فيه جاب بالشكل دوت. طيب ممكن تعمل سيلكت مثلا على الجزء دوت وهتلاقي حاجه اسمها شو شيب هاندل، ده بقى يخليك تمسك كده. ممكن تخلي فيه دروز للشكل بتاعك بالشكل دوت برضو. الجزء ده ممكن تقول له برضو انا عايز يبقى فيه دروز بالشكل دوت. في برضو ان انت ممكن تغير الماتيريال، ممكن تعمل سيلكت كده وهتلاقي اسمها ماتيريال باي اوريجينال، ممكن تشيلها وتيجي هنا تختار نوع تاني من انواع الماتيريال. هتلاقي الماتيريال هنا مختلفة شوية، ممكن حتى نغيرها تاني نجيب حاجة تكون واضحة شوية. فدي تقدر تعمل بيها بعض الأشكال الظريفة وسريعة جدا. وانت لو جيت هنا من غير ما تعمل سيلكت على حاجة خالص بتلاقي اسمها بارتس فيزابيلتي. شو بارتس هيوريك البارتات بس، الأوريجينال هيوريك الشكل الأصلي، الشو بوز هيوريك الاتنين مع بعض.